صباحكم الله بالخير. طبعا اليوم حنحكي عن شغلة جديدة اللي هي الزراعة الشاملة أو الكل في أربعة زي ما بيقولولها. طبعا يا اخواني، طبعا هون عشان يكون التواصل معنا وتستفيدوا من الفيديوهات اللي احنا عم ننزلها، ممكن بس تدعس على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من طرفنا كوزمتيك انديا. تسلم. طبعا هون الزراعة الشاملة الى عدة امور. اول شيء انه مثلا على سبيل المثال انه الانسان ما يكونش عنده اي اسنان موجودة بالفك، هون بحتاج انه يعمل زراعة شاملة. هون تعتمد الزراعة الشاملة على اربع او ست زرعات عشان تثبيت الاسنان كاملة لإله. طبعا هون بتحل الزراعة هاي، نوعية الزراعة الشاملة بتحل عدة مشاكل، يعني من على سبيل المثال أن عندك مشكلة بالنطق أو مخارج الأحرف، هاي بتتزبط طبعا بعد الزراعة وبعد تنفيذ خطة العلاج. ممكن كمان أيامات عملية البلع بتصير، بيكون لأنه في كتير أكل أو شغلات ما بتقدرش إحنا نتناولها لما ما يكونش عندنا أسنان. طبعا بالزراعة هذه بيصير عندك سهولة أكتر إنك تأكل نوعي أكتر من الأكل والطعام إن شاء الله. وفي كمان عندك عملية بيصير إنه الشكل العام يعني بالنسبة للوجه، كمان زي ما كنا حكينا بفيديو سابق قبل هيك، انه كمان بيتغير وبيعطيك ملامح افضل وبيعطي قوة للعظام الفك، وبصير يعني ثقة بالنفس طبعا بتصير اكثر هون، وهون بتصير حياتك نوع من السلاسة اكبر لانه بتقدر تاكل الاكل يلي انت مثلا بتحبه. ما بصير عندك تحسس اذا مثلا على سبيل المثال شربنا شغلة باردة او شغلة سخنة او الى غيره. وزي ما قلنا طبعا هذا افضل علاج موجود وسريع جدا عملية العلاج هذه، والله يديم عليكم الصحة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنكم التواصل معنا على هذه الارقام 00-9166-7-666-866 أو الرقم 00-9185-880-97-530 أو عن طريق الويب سايت تبعنا www.cosmetic.india.com.